لكن خليني اقول لحضراتكم اهم وابرز مباريات اليوم تحديدا في بعض الدوريات العالميه. نبتدي بالدوري الانجليزي، اهم دوري واللي بيشهد نسب متابعه غير طبيعيه، ده امر طبيعي جدا بسبب قوه المنافسه على هذه البطوله. يعني النهارده استكمال الجوله الثامنه من بطوله الدوري الانجليزي، كان في مباراه ابتدت الساعه 3 العصر وانتهت بالظبط من حوالي 10 دقائق قبل دلوقتي بفوز وستام على ايفرتون في ملعب ايفرتون بنتيجه 1-0. مباراه كانت قويه جدا، فرقتين متكافئين بشكل كبير رغم ان ايفرتون بينقصهم بعض اللاعبين المميزين سواء كالفرت لوين او حتى ريتشارلسون، فبالتالي ده ممكن يكون مؤثر عليهم شويه. بيلعب روندون مكانهم في خط الهجوم، فده مؤثر شويه على ايفرتون في الجانب الهجومي، لكن وستام ماشي بشكل كويس في الحقيقه. الساعة 5:30 بعد نص ساعة من دلوقتي مباراة أيضا مهمة ما بين نيوكاسل يونايتد وتوتنهام، مباراة قوية بكل تأكيد، دي مباريات الدوري الإنجليزي النهاردة. أما بخصوص الدوري الإسباني ففي عدد أيضا من المباريات، الساعة 2 ابتدت مباراة رايو فاليكانو مع ليتسي وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. سيلتا فيجو الشوط الأول انتهى بتعادله السلبي مع إشبيلية، كانت مباراة ابتدت الساعة 4:15 أو الشوط الأول على وشك النهاية يعني تحديدا. مباراة فياريال وأساسونا مباراة هتبتدي في تمام الساعة 6:30، برشلونة بالليل مع فالنسيا الساعة 9. أما بخصوص الدوري الإيطالي فمبارياته النهاردة كالياري مع سامبدوريا، دي مباراة ابتدت الساعة 12:30 وخلصت طبعا بفوز كالياري بنتيجة 3-1. إمبلي لعب الساعة 3 مع أتلانتا، أتلانتا فاز خارج ملعبه بنتيجة 4-1. في نفس التوقيت كان جينوا مع ساسولو انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وأيضا في نفس التوقيت كان أودونيزي مع بلونيا وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. الساعة 6 هيكون نابولي مع تورينو، والساعة 9:15 مباراة اليوفي وروما، قمة هذه الجولة بكل تأكيد، مباراة تقيلة جدا جدا جدا. دي أهم وأبرز المباريات في مختلف الدوريات العالمية وأبرزها تحديداً.